المجموعة الأولى اللي تضم كذلك مصر والأوروغواي. هذه المباراة الافتتاحية مشاهدينا الكرام ستكون منقولة على القناة المفتوحة كهدية من قنوات بين للجماهير العربية عامة والسعودية خاصة. نتمنى من أعماق قلوبنا نجاح منتخباتنا العربية الأربعة المشاركة في هذه النسخة 21 من نهائيات كأس العالم. أكيفيف حارس المنتخب الروسي وأسامة هوساوي كابتن المنتخب السعودي أمامنا في ضربة البداية لهذا المونديال. الأخضر يحضر للمرة الخامسة بتاريخه في نهائيات المونديال بعد 94 و98 و2002 و2006 والحضور الرابع للروس بعد نسخ 94 2002 و2014. إن شاء الله زينة على السعوديين اليوم. نمر إلى استعراض تشكيلتا الفريقين في مباراة يحضرها طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. إذا نمر إلى استعراض تشكيلتا الفريقين. البداية بالمنتخب السعودي، حراس المرمى لعبد الله معيوف، يمين الدفاع محمد البريك، على اليسار ياسر الشهراني، ثنائي محور الدفاع لعمر هوساوي وأسامة هوساوي. في الارتكاز عبد عطيف وتيسير الجاسم، ثلاثي وسط الميدان الهجومي سالم الدوسري، يحيى الشاري وسلمان الفرج والقناص محمد السهلاوي امامكم على الصوره، المدرب الاسباني الارجنتيني خوان بيتزي. الى تشكيله المنتخب الممتاز. ممتاز هوساوي عمر هوساوي طبعا، ثنائي هوساوي اسامه برقم ثلاثه، تخطيط دفاعي مطلوبه والخطوره موجوده عند زاكويف والركنيه. شيركوف يوسع تدخل اول في الدفاع من محمد بريك. محمد السهلاوي كذلك رودي، اداء راقي منذ البدايه، ثقه موجوده والكره من عبد الله مايوف لهوساوي. اتدرج بالكره من جانب المنتخب الروسي، خطيره جدا هذه الكره، يوسع وارتفاع قلب الاسد عمر هوساوي. عمر هوساوي يمضي ولا يبالي. من محمد بريك، يحيى شاري لا تلعب بالنار يا شاري، والكره عن مال يحيى شاري يلتحق بها يحيى، يحيى يتجنب الخروج رائع، وهذه كره ومرت بسلام على الدفاع السعودي. زاكويف وتشيركاف، تعود من جديد لكولوفين، كولوفين في القائم الثاني والهدف الاول للمنتخب الروسي، الهدف الاول للمنتخب الروسي عن طريق كازلفسكي على مستوى القائم الثاني، بفرحه كبيره للجماهير الروسيه هنا في استاد لوجنيكي بالعاصمه الروسيه موسكو. كازلفسكي رقم 8 بكره روسيه غداره بكامل الشراره، كولوفين كان مع تشيركوف، كولوفين في التوزيع وكازلفسكي ياتي من بعيد في دار يحيى شاري، في دار ياسر الشهراني، ويغالط عبد الله معيوف ويعطي الاسبقيه الروسيه في هذه الاوقات الكرويه. كازلفسكي بالراس كان هو اكبر قناص والبدايه روسيه. يوسع عبد الله المعيوف، وبكل الخوف بكل الخوف المنتخب السعودي في الدفاع بكل الخوف يعاني اصابه على مستوى الجبين لتزاكويف وكذلك محمد البريك. الصدام كان بين البريك وتزاكويف. هذه هي اللقطه، هنالك تسلل واضح، لابد من تجنب الاخطاء، وكره مرت بسلام، مرت بشهراني يتقدم، وينو السهلاوي؟ وينو السهلاوي؟ بالراس رائعة، رائعة من السهلاوي القناص بكرة بالراس. بريك في القائم الثاني، تغطية وتصويب من السهلاوي وركنية أخرى، حكم يعطيها بالفعل ناصر بيدانا. بيركوف خطيرة لكولوفين، كولوفين وسترة سريعة للدفاع السعودي. إصابة أحد اللاعبين الروس، ورغم ذلك سميداف يواصل مشواره ويرفض إخراج الكرة، والآن الكرة بتماس. نيستور بيتانا يطلب الإسعاف للاعب الروسي، الطريح على المستطيل الأخضر لملعب لوجنيكي، مثل ما تكون خسارة كبيرة لحسابات المدرب تشيرجيستاف. يعدي شيرجيف البديل لتزاكويف، لكن تدخل رائع من لاعب موهوب وتصويب،
التسويق يوري تيركاف. تيركاف في دار الدفاع والراي على سمولاف. فيدار سمولاف على مستوى القائم الثاني. سلمان يلعب الكرة وياسر الشهراني. ياسر الشهراني بالرأس رغم قصر يعود للوراء. زابرين في دار الشهراني صعبة. وإمكانية سمولاف. سمولاف لا يمر. مخالفة ضده. تدخل رشيق من جانب أسامة وساوي على سمين. وين يا كولوفين؟ كولوفين وعمر وساوي. ليست هنالك ضربة جزاء. خطورة كروية. شيريتشيف والحكم يأتي ضربة مرمى للدفاع السعودي. أكبر لاعب يشارك في هذا المونديال. هذه كرة اختراع. شيريتشيف يراوغ وفي النهاية ضربة مرمى. اهتزاز جماهيري كبير في مدرجات ستاد كولوفين. كرة اختراع. كرة مرينة. والهدف الثاني. الهدف الثاني. شيريتشيف. شيريتشيف بانفجار جماهيري كبير. وخطا دفاعي قاتل من العكسر السعودي. المنتخب الروسي. مشاهدينا الكرام هنا في استاد لوجيكي هذه الانطلاقه. تردد واضح من عمر وساوي. استلام لكولوفين اكثر من رايه. تمهيد ولا اروع من جانب سمولوف. وعلى طول اكيد حديث فتره ما بين الشوطين للمدرب الاسباني الارجنتيني للمنتخب السعودي. ياسر الشهراني محور الدفاع لعمر وساوي واسامه وساوي في وسط الميدان. عبد العاطي الثاني مع بداية طبعا الشوط الثاني. شهراني يقوم بالتغطية أمام فيدار سمولاف. يعني كرات خاطئة. وهذه كرة في دار الدفاع. أسامة يوري جيركوف. جيركوف اللي يوسع. تدخل أسامة. كرة للدب الروسي وإمكانية التصويب واردة. التصويب عالية لكنها خطيرة من سميداف. أمامنا ألكسندر سميداف 33 عام نجم سبارتاك مو. شيريتشيف صعب الهدف الثاني أمامنا في الكرة. شيريتشيف اللي يوزع عبد الله معيوف على مارتين. سامع البريك. يلا يا محمد على اليمين بالناس على الهجومية. محمد البريك يوزع. أوه السهلاوي في القائم الثاني. تيسير في القائم الأول. والمنتخب ما يأتي سامي الجابر بعده ب 46 هدف. كل مرة دائما نفس الحكاية والرواية. استدام وسلامة بالدفاع الروسي. المباراة الدولية لتيسير الجاسم. تيسير يوسع وغدارة الرأسية غدارة من سلمان الفرج. قلنا مشاهدينا الكرام اكثر اللاعبين مباراة دولية للاخضر. الدعايع محمد الدعايع 178 مباراة. اسم امامكم 132 مباراة. والتاسع محمد عبد الجواد ب 121. جازينسكي يغير تماما لمانويل فرنانديز. عودة للوراء عودة سريعة للاعبين الروس. اكبر الهدف اعطى حظوظ كبيرة للتسجيل. أنا شخصيا أتوقع وأن من فيدور سمولوف. كرة اختراع على يمين الدفاع أمام محمد بريك. يوري جيركوف الخامس طلال المشعل 32 هدف من 60 ماتش. والسادس السهلاوي يريد الثلاثية. وكرة فيني وصى. والهدف الثالث سيوبا. سيوبا يكسب المعركة. وخيبة أمل كبيرة جانب السعودي. المنتخب السعودي في حالة انهيار. وانسيوبا في كل الدمار في هذا المشوار. ثالث اهداف الدببة الروسية في الدفاعات السعودية. كولوفين مايسترو بكرة سحرية يعطي كرة رأسية. هذا هو الكسندر كولوفين. مان اوف ذا ماتش نجم المباراة. وانسيوبا على طول بديل في